نكمل اللي احنا كنا بنعمله بقى، الماشين الماشين بتاعتنا هنا. ديب الماين. انا كنت بقول له الباث الماشين بتاعك ده موجود في var kvm images صح، كان اسمه سنتس كيو كاو 2، كنا بنقول الباث بتاعك ايكوال كذا. تعالى بس هنعمل كلين الكلام ده. عندنا الديسك داش داش فيرتشوال سي بي يوز 2، ادينا له الديسك وادينا له الرام، الاسم والرام والديسك سي بي يو. ممكن اقول له كده الاو اس تايب. نعم بعد كده البوت اوردر يعني هيبوت من هارد وبعدين سي روم مثلا. او اس فاريانت بتاعك دار ال 802. النتورك بتاعتنا ديفولت نتورك، انا اصلا مش متاكد اذا كانت موجوده ولا لا، خلينا نجرب نشوف. لو مش موجوده انا هنجيبها نعملها انستول. الجرافيكس بتاعتك بس داش داش جرافيكس نون، مش محتاج جرافيكس في حاجه. ايه تاني ممكن اعمله؟ ممكن اقول له كده سيريال هو بي تي واي، والكونسول كمان من البي تي واي، والبوت بتاعك داش داش بوت من الهارد ديسك. ممكن كده اقول له امبورت الكلام ده هكذا عشان امبورت الديسك بتاعك. ماشي خلينا اراجع عليها كده بسرعه. نو نتورك بروفايدر فاوند فور ديفولت. كان اسمه ايه؟ يوزر شير النتورك كان اسمها ايه؟ ديفولت. بتيجي بالكوماند فيرش نتورك نت داش ليست. مش موجوده. نضطر ان احنا نكريتها. كان في حاجه كده انا عايز اوريها لك دي، عايز اوريها لكم الحته دي. حتى لو النتورك مش موجوده كنت ممكن كان في باكج تعمل لها انستول وكانت بتجيب لك النتورك دي. كان اسمها ايه؟ مش فاكر والله. يوزر هي المفروض اصلا بتنزل ديفولت مع الكده. كيميو كي بي ام. كان اسمها ايه؟ نسيت والله يعني حظكم منيل. استنى نسيت اسم الباكج، حتى اسم الفايل كان في فايل كمان كنت بعمله امبورت بس حتى نسيتها يعني. ريت يوتيلز. لا 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 ديفولت ديفولت نتورك اكس ام ال ديفولت كيميو نتوركس ديفولت اكس ام ال. بعتها لحضرتك في الشات. انا مش عايز فايرش دي نت ديفاين، دي مش دي اللي انا عايزها. ما انا ممكن اعمل فايرش نت ديفاين في ثانيه واخدها كوبي بيست والموضوع انتهى. لا مش دي اللي انا عايز اوريها لك. يوزر شير ليبفيرت نتوركس. يوزر شير ليبفيرت نتوركس سكيماز. لا مش موجود. طيب خلينا كده يام وات بروفايد يوزر شير ليبفيرت
نتوركس عشان صار يعني انستول الباكج دي، ده كان بيعمل لك ديفولت نتورك بدل ما تروح يعني مش هتروح بقى، مش كل ما اتزنق وانا قاعد على سيرفر هروح رايح للنت اشوف النتورك كانت بتتعرف ازاي واخد كوبي بيست صح؟ حد فاهم انا بعمل كده ليه؟ تمام ما انا اكيد لو انا سيرفر اوف لاين مش هروح على النت بقى اخد الكلام ده واخد كوبي بيست يعني، يعني مش للدرجه دي يعني، ده كلام جنان رسمي يعني. بص كده ايه اللي حصل عندك؟ ايوه وضحت النقطه دي ولا فهمت حد فاهم انا عملت ايه؟ سطبت الباكج عشان تبروفايد الديفولت نتورك. ايوه خلصت فيرش نت ديفاين، كان عندي هنا اسم الملف اهون اوريدي اكزيست نتورك اوريدي ديفولت اوريدي اكزيست وذ يو اي دي. هو اصلا بعد ما عملت انستول حتى اعتقد مع الريليز الجديده بتاعت سنتوس بقى اوتوماتيك بيعمل لها امبورت كمان فايرس نت ليست نعملها ستارت. لا بص الريليز القديمه لما كنت تعمل انستول للباكج دي خلاص كان ايه اللي بيحصل؟ كان بينستول الباكج لكن ما كانش بيعمل لها امبورت، وصلت؟ فكنت لازم تروح تديفاين النتورك دي بايدك يعني، كنت لازم تعمل كوماند زي ده. لكن بما ان انا مشغال ريل 8.3 يعني كات، لا انا هنا 8.2 او 8.3 صح، كات اي تي سي ريد هات داش ريليز ده 8.3 ده ليتست يعني تمام كده. فاللي بيحصل عندك مع ليتست ريليزز ان هو لما تنستول الباكج دي اوتوماتيك بيروح ياخد الايه؟ ها بيروح ياخد الملف اللي اتعمل له انستول عندك ده اللي هو ديفولت دوت اكس ام ال ده ويعمل له امبورت كمان. طيب انت كده النتورك موجود عندك، المفروض بس تعمل لها ستارت واوتو ستارت عشان لما تعمل ريبوت للمكنه تبقى موجوده تبقى اكتيفيتد على طول مباشره اول ما تعمل ستارت للمكنه. فانا ممكن اقول له كده فايرش نت ستارت ديفولت وفايرش نت اوت ستارت ديفولت برضو خلاص فايرش نت ليست موجودة اهي. طيب نفس الكوماند اللي عملناه المرة اللي فاتت تعالى نستخدمه المرة دي، كان كوماند حلوه شوية كبير كده المفروض المرة دي يشتغل ما يقولناش مشكلة. حد فيكم لاحظ ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ الدومين كريم الدومين اتكريت وعمال يكونكت على الدومين ده الجهاز ده المكنه دي بتبدا دلوقتي، انا في الكونسول بتاع المكنه دي، وصلت؟ شايف؟ تمام بدل ما اروح اكونكت في ان سي واروح للجرافيكال انترفيس، لا مش لازم الكلام ده كله، ممكن كنت تعمل كل حاجه من الكوماند لاين يعني فاهم. انا ده اللي كنت عايز اوريه لك، انا كنت دايما بعملها بالسبايس سيرفر. لا معنى كده مش هنغلب، لو انت على سيرفر وكونكتد اس اس اتش ريموتلي ومفيش عندك في ان سي هتقعد توجع راسك ليه؟ اهو يا عم موجود عندك اهو. لا كنت بقى انستول السبايس سيرفر واخلي الماشين تلسن على انترفيس معين مثلا واكونكت من عليها ريموتلي سبايس. والباسورد بتاعتنا كانت ريد هات. بص ها ايه رايك؟ انا كونكتد على الفي ام من جوه الفي ام اللي هي بتاعت الاوبن ستاك، تخيل؟ طيب ما عليه. عايز بقى تقعد تعدل في الباسوردز اللي موجوده عندك، عايز تقول له كده انا عايز اكستمايز اي حاجه يا عم، الباسورد بتاعتي اهي ماشي كده كستمايز براحتك بقى، عايز تقول له عايز كاريت يوزر جديد اعمل لي باسورد جديد سميه لي سنتوس يوزر اد سنتوس وباسورد للراجل اللي اسمه سنتوس ده، براحتك بقى اقعد اتشقلب اقعد اعمل اقعد كاستمايز براحتك زي ما انت عايز بقى. عايز تانستول كده ممكن اقول له كده يام انستول نت تولز وفيم وباش كومبليشن، عندك بقى مونيتورنج ايجنت تحطه اتشقلب بقى براحتك. بص اقعد نقطة انها للسنه الجايه خلاص، اقعد كاستمايز في الفي ام دي زي ما انت عايز ماشي كده. بعد ما تكاستمايز وتخلص كل حاجتك اللي انت عايزها وقفها وارجع اعمل لها امبورت في الجلانس، وبقى انت كده بقيت جاهز يا معلم. اي ايمج هتعمل لها ايه؟ لانش نيو انستانس، فانت كده تمام التمام وزي الفل.
وضحت الحتة دي ولا لسه واقف؟ تمام واضح. انت برضه ممكن تبقى صايع جدا. حد فيكم سمع عن كلاود انت ولا لا؟ استخدمتها في ريفا قبل كده. حلو. فانت ممكن تنستول الكلاود انت. هنا ده عباره عن ايجنت كده بتحط على المكنه دي، لما بتيجي تبوت المكنه ممكن تقول له يا كلاود انت اعمل لي كاستمايز جوه المكنه دي لشويه حاجات. الحاجات دي ممكن تكون بقى يوزر اس اس اتش كي، كاستمايز في المكنه وهي بتبدا بكل بساطه. ماشي كده؟ فانت ممكن كده تقول له يام انستول كلاود انت. ممكن كمان تنستول اس اس اتش سيرفر، معرفش هو اصلا انستولد على الايمج دي ولا لا، بس اعتقد ما هو المفروض باي ديفولت يكون انستولد، بس انا ممكن اقول له تعالى اعمل له انستول وخلينا نشوف. يعني مش متاكد اذا كان انستولد ولا لا، هي غالبا بتكون مينيمال ايمج فممكن يكون مش انستولد اصلا. يام انستول اوبن اس اس اتش داش سيرفر واعمل لي كمان باش كومبليشن. انا عملتها ولا لا؟ مش فاكر. ماشي حلو. الاس اس اتش ما كانش انستولد اصلا. في ناس بقى بيحبوا يعملوا كاستمايز الحاجات دي، فيروح حاطط لك بقى اللي هي التولز اللي هو محتاجها. يام انستول دبليو جيت وكيرل، ايه تاني؟ فيم. روح يا عم انستول الحاجات اللي انت عايزها كلها. خلصت. ممكن اجي كده اعدل الكلاود انت كمان واقول له الديفولت يوزر بتاعك كلاود انت اسمه كذا. فانا ممكن اجي هنا كده فيم اي تي سي كلاود دوت سي اف جي. عندك الاس اس اتش باسورد اوثنتيكيشن، دي انا ممكن اعدلها واقول له اسمح لي ان تعمل باسورد اوثنتيكيشن بدل كي بيزد اوثنتيكيشن. شويه تعديلات عندي هنا. فين تاني يا سيدي؟ ده الكلاود كونفيج. سيستم انفو اسم الكلاود اديت يوزر، النيم بتاعه اسمه سنتوس. اللوك باسورد هقول له فولس، لا الباسورد دي ما تكونش بتاعته لوكد، وده يوزر. بس تقريبا انا كده يعتبر خلاص شبه خلصت، يعني ما عندناش اي مشكله في كده. خلصنا رايت وكويت. بعد ما عملنا رايت كويت المفروض اقول له كده سيستم كنترول انيبل كلاود انت. ماشي. وسيستم كنترول انيبل اس اس اتش دي. ماشي. سيستم كنترول ستاتس اس اس اتش دي المفروض ان هي تكون انيبلد. اهي معنى كده لما تعمل ريستارت للمكنه دي فالايه اس اس اتش سيرفيس دي هتتكريت. في حاجه بس مش عايزك تنساها، لما تعمل حاجه زي كده، لما بتعمل انستنس زي كده المفروض عشان تظبط الاس اس اتش كي بتاعه المفروض تعمل ايه؟ ار ام سلاش اي تي سي اس اس اتش اس اس اتش اندر سكور هوست. تعرفين هعمل ايه دلوقتي؟ همسح الاس اس اتش كيز دي. عارفين ليه؟ ها؟ انت هتكريت انستانس صح؟ لا. كل الانستانس هيكون معاها نفس الاس اس اتش كي، نفس الهوست اس اس اتش كي، فانت هتحذفها صح؟ عشان كل ما تيجي تلانش انستانس يكريت اس اس اتش كي وينفصل الانستانس ده، صح كده؟ كده ممكن تكونكت على كل البي امز بقى، لو انت بنيت الكراد كلها بالشكل ده ممكن تاني واحد معاك عكس. عشان لو واحد من الانستانس دي هاكد وحد مع الاس اس اتش كي فانت كده حرفيا رحت فابو، يعني اقول لك ايه، يعني فابو نكلة يعني بالعربي كده. هيعكس الكلاود كلها. ايوه تمام. فدي حاجه ما تنساهاش، يعني فيها غلطه زي دي فيها رقبتك تطير على طول. خلصنا احنا كده تقريبا شبه خلصنا خلاص. ممكن اقول له كده شوت داون داش اتش ناو. خلاص كده الحاجه دي خلصت. مبروك عليك انت كده الايمج بتاعتك ايه؟ ها فايرش ليست داش داش اول. عندك سنتوس 8.2 ده شوت اوف اهو عندك واقف ما فيش مشاكل فيه. طيب ال اس فار كي في ام ايمجز داش ال اتش. بص حبه الحاجات اللي احنا عدلناها،
طبعا كان في خطوات تانية المفروض تعملها بقى، زي يوم كليل اول مثلا، صح؟ انت بقى شوف بقى ايه الخطوات اللي انت محتاج تعملها كده، فكر ايه اللي انت المفروض تعمله عشان تظبط الايمج دي. هل عندك اي ايجنت معين محتاج تنستوله، سواء كان زابكس او غيره؟ هل محتاج تعدل حاجات معينه فيها، تضيف يوزرز، تشيل يوزرز، تعدل في السودو بريفليجز براحتك، اتشقلب بقى اللي يعجبك اللي انت عايز تعمله اعمله. وبعد ما تخلص الكلام ده كله شكرا، انت كده يعتبر ايه؟ جاهز ان انت تمبورت الايمج دي. طيب عايز تمبورت الايمج، الاول اوبن ستاك. قبل ما اعمل امبورت الايمج، فيم اي تي سي جلانس جلانس اي بي اي دوت كونف. بص الايمج بتاعتك موجوده فين؟ ده المفروض المكان بتاعها، صح كده؟ لو جيت اقول له كده ال اس داش ال للمكان ده فاضي مالت، مفيش فيه اي حاجه. طيب تعالى كده اوبن ستاك ايمج كرييت كرييت، واقول له الايمج بتاعتي دي هسميها سنتوس داش 8.2، ماشي كده؟ وهقول له الفايل بتاعها موجود فين؟ في فار كي في ام. هو كان فين يا عم اسم الملف ده؟ فار كي في ام ايمجز. خليني كده احط الدوكيومنت فار كي في ام، بدل ما اقعد اكتب الباث بتاعه ايمجز سنتوس اهو. وتعالى الكوماند اللي قبله ده الفايل، خلاص عملنا الفايل. ممكن اقول له كده الديسك فورمات كان كيو كاو دبليو 2، صح؟ ايه تاني؟ ايه تاني ممكن اعمله هنا؟ خلينا كده نعمل ده اوبن ستاك ايمج كرييت داش داش هيل. تعالى كده نقول له هيد داش ان 30، هات لي اول 30 سطر كده نشوف ايه اللي احنا محتاجينه هنا. انا محتاج كده نجيب الفل. ممكن اقول له هو موجود الايمج دي في اي بروجكت، ممكن اقول له هي بروتكتد ولا لا، وهكلمك على موضوع البروتكتد ده بعدين. ديسك فورمات ماشي، ممكن اقول له الكونتينر فورمات اهي، هل هي اي ام اي ايمجز ولا اي ار اي ولا بير ميتال ولا دوكر ولا او في اي ولا او في اف. الديفولت فورمات از بير. طيب حلو جدا. طيب تعالى كده انا كده تقريبا والله اعلم ان تقريبا كده خلصنا خلاص. قلت له الايمج كرييت اهي والباث بتاعها، ايه تاني؟ وقلت له الديسك فورمات كيو كاوتو، خلاص كده بس. ميسنج فاليو اوث يو ار ال ريكوايرد فور اوث بلجن باسورد. طيب سي دي سورس كيستون ار سي. تعالى كده اوبن ستاك ايمج كرييت، تعالى هنا كده بالمكنه ثانيه ونكونكت على الحاجه دي ريد هات. هو كده المفروض ان هو كده بيمبورت الايمج. بص لي كده كويس على المكنه دي، لو جيت تقول له كده طب ابص كده كويس، لا اعمل لي كود هنا. بص كده السي بي يو هتلاقيه مفقود في ايه؟ ده معناه ان جلانس بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه دلوقتي في الباك جراوند، صح؟ اكيد. طب ده واخد قد ايه في الفيرشوال ميموري والريزيدنشال ميموري؟ بص عامل ايه؟ تمام؟ فكده اكيد اكيد جلانس كده بتعمل حاجه. طيب تعالى كده نبص هنا عندي ال اس فار، لا هو كان اصلا مش فاكر المكان بتاعها ايه. اي تي سي جلانس جلانس اي بي اي دوت كونف فار لب جلانس ايمجز دي يو داش اس اتش للحاج زعبله ده. طيب بلاش دي يو، هو لسه زعلان. ال اس داش ال اتش لسه مازال برضو. جيت واي تايم اوت اتش تي تي بي 504. ليه يا عم تايم اوت؟
نوتس على الفاير وول ولا حاجه؟ نتستات ام تي ال بي، لا بيديك 504. 504 ده مش فاير وول خالص. شغال اهو لسه اهو. هو المفروض احنا نظبط الفاير وول، يعني المفروض احنا كده من غير اي حاجه المفروض نظبط الفاير وول. لو جيت اقول له كده فاير وول سي ام دي داش داش ليست اول، بغض النظر يعني هو ده سبب المشكله ولا لا، بس هو غالبا مش ده مش سبب المشكله. فانت المفروض في الطبيعي تقول له كده فاير وول سي ام دي داش داش اد بورت، المفروض 5000 تي سي بي، المفروض كمان 9292 تي سي بي صح، وكان عندنا 11211 تي سي بي برضو، والمفروض عندنا لا هم دول كده كفايه، دول اللي احنا محتاجينهم 5000 وبس، بس دول مش محتاجين غيرهم. ممكن اقول له كده فاير وول سي ام دي ران داش داش ران تايم تو بيرمننت، ماشي كده. ماشي تعالى كده امبورت مره ثانيه. بالمناسبه الايمج دي لما جيت عملتها هنا، انا جيت عملتها ممكن اقول له الايمج دي خليها لي بابليك، عارف بابليك يعني ايه؟ هتبقى متاحه لكل الناس، لاي بروجكت بتعمل عليها ماشي. فتعالى كده نضيف البابليك اوبشن ده، تعالى نشوف هل هيتفيل مره ثانيه عندنا ولا لا. هنبص على اللوجز دلوقتي، انا عايز بس اشوف هو هيفيل ولا لا الاول. ممكن اجي هنا، حلوه فكره اللوجز دي برضو، ممكن اقول تيل var log plans api.log. gateway timed out. هو كده في حاجه هو بيحاول ان هو يسحب منها او اب ستريم تاني مش عارف يكونكت عليه. لا لا، وده ان هو كان شغال. large image. هل في تايم اوت فاليو المفروض نعدلها او حاجه؟ ايه نسيناه في الموضوع ده؟ حد يفكر كده ايه ممكن تكون سبب المشكلة؟ يعني لو جينا هنا عندنا ماي سيكوال داش يورو داش بي، دي الباسورد بتاعتنا. ايه ده ماي سيكوال مش شغاله؟ سيستم كنترول ستارت ماريا دي بي، نهار ازرق ماريا دي بي كانت واقفه اصلا. سيستم كنترول انيبل ماريا دي بي، دي غلطة عدت مننا، خلي بالك يعني الداتا بيس كانت واقفة أساسا صح؟ ستيتس
عندي الستيتس مين؟ ميم كاش دي صح؟ ميم كاش دي اكتف ورانينج اهي. طيب تعالى كده نقول له اوبن ستاك يوزر ليست. تعالى اصلا نشوف اسمها ايه، شغاله ولا لا، الكي ستون شغاله ولا لا؟ شغال. طيب تعالى المره دي نرفع مره ثانيه ونشوف هل فعلا المره دي هتفرقع في وشنا ولا لا. المفروض تكون شغاله يعني. المره دي شغاله. بص كده السي بي يو المره دي نط بقى فين، كام في الميه؟ تقريبا السي بي يو كله مستخدم. طيب تعالى كده نبص عندنا الاس للحاج ده، بص كده شغال زي الفل، بدا يكتب اهو. فدي الغلطه اللي احنا غلطناها اهو، الحاج ده عمال يرفع دلوقتي، ربنا يديله الصحه. دي يو داش اس اتش كده نعمل له واتش اول ما يوصل 11 جيجا تقريبا، فاحنا كده هنبقى ايه، تمام خلاص خلصنا تقريبا. يلا يا سيد، يا سيد عيب كده انت على اس اس دي يعني، حرام عليك. لا ان في ام اي حط عليه الاوبريتنج سيستم نفسه، لكن اللي اسمها ايه الفيرتشوال ماشينز حاططها على اس اس دي. بالمناسبة لو انت جيت دلوقتي كده ودخلت ماي سيكول داش يو داش بي وجيت اقول لك كده شو داتابيزز، يوز جلانس شو تيبلز سيلكت Asterisk from images. بص كده والفيزابيليتي بتاعتها خلتها لك كايه، والحسب التشيك سم بتاع الايه الايمج دي صح، عشان لو الايمج دي تعدل فيها اي حاجه ايه اللي يحصل، خلاص تبقى انفاليديتد مع السلامه بره. ونوع الكونتينر بير والديسك فورمات كيو كاو 2، هل هي ديليتد بصفر معناها ان هي مش ديليتد، معناها ان هي ايه، ها ما زالت اكتف. والفيرشوال سايز بتاعها قد ايه، مش ده اللي احنا عملناه؟ طيب كلام جميل. الايمج اتكريتد اهي، خلينا اشوف لك البتاع دي اظبط لك الاوتبوت. بص كده كويس، ها ايه اللي حصل عندك، الايمج كريتد اهي بس الايمج دي ليها اي دي شايف، وليها اسم كمان. طيب تعالى كده نكبر الكلام ده شويه، جيت اقول له اوبن ستاك ايمج ليست ال اس فار لب مين تاني يا سيدي، فار لب كان اسمه جلانس صح، جلانس ايمجز. بص كده لاحظ كده حاجه، الايمج دي اتسمت بايه، بنفس ايه، بنفس الاي دي بتاعها صح. طب انا عايز اتاكد ان هي نفس الايمج فعلا انا رفعتها. طب تعالى كده اقول له ام دي 5 سم للايمج دي، انا ما حسبتش في الشا 512، حسبت الام دي 5 سم لانه اسرع شويه، الشا 512 ابطا شويه يعني. فتعال شوف الام دي 5 سم بتاع الحاجه دي والام دي 5 سم بتاع الملف الاصلي اللي انا رفعته، لو الاثنين زي بعض يبقى هي دي اكيد تمام، ما فيش فيها مشاكل صح، اكيد هي هي يعني بالعقل. تمام. طيب تعالى كده ام دي 5 سم بتاع فار، كان فار كي في ام باين، فار كي في ام ايمج سنتس، المفروض الاثنين يتطابقوا تمام. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج،
بص كده اه كويس، هي دي الاثنين ايدنتيكال. حلو جدا. طيب معنى كده ان ايه اللي عندي؟ ها حلو ماشي. عايز بقى تجيب اي ايمج تعجبك هاتها يعني براحتك. عايز تجيب اوبونتو ايمج مثلا، والله عندك يا اما تستخدم الايمج بيلدر اللي احنا استخدمناه ماشي، ده اوبشن بالنسبه لك. مش عاجبك خلاص روح هات الايمج اللي تعجبك. انا رحت كده الاوبونتو دوت كوم او اوبونتو داونلود ايمج اهو، تعال نجيب لك اليو ار ال بتاعها. داونلود اوبونتو هنا اهي، تعالى فين الكلاود ايمج بتاعتهم؟ ده الاوبونتو 20.4 ال تي اس داونلود. لا فين الكلاود سيرفر يا عم الحاج؟ في الداونلود بيج في الباك ورا كده. فين في الداونلود بيج؟ والله ممكن ادور في عم جوجل، ما فيش احسن منه يعني. اوبونتو كده داونلودز فيها كلاود، ايه ده؟ كلاود ايمج داونلودز كام؟ كلاود ايمجز اوبونتو. هقعد اوجع راسي ليه؟ وصلت؟ تعالى كده، عندك 20.4 ولا عندك 21.4؟ تعالى خد 20.4 بما سبورتد. فين الكارنت هيا؟ ده الاسم بتاعها يعني ولا ده ايه؟ ده جروفي ده الاسم بتاعها ولا انا غلطان؟ بالظبط ده الاسم بتاعها. ريليزز خلي 20.4 اهي. هي كانت ظاهرة في الاسم، دايركت في الاسم. هنجيبها هي فين يا سيدي؟ اعتقد هو ده الملف اللي ممكن نصطاده. ده ديسك، ده اي ام دي 64 ايمج، ده ممكن نجيبه اهو خلاص. ممكن اجي هنا كده واقول له دبليو جيت للحاج زعبولة ده، فار كي في ام images يلا يا كابتن. عايز تست الامبورتنج مرة تانية ولا ايه؟ لا هوريك، انت ممكن تجيب ايمج تانية وتعمل لها امبورت من غير ما تعمل لها كاستومايز وتشغلها عادي، مفيش مشاكل فيها. الموضوع يرجع لك انت في الاخر، بس دي اخر حاجة اعملها النهاردة. واقول لكم مع السلامة. انا والله عايز انام يعني، مش متخيل انت انا عامل ازاي. دماغي بقت خلاص بتضرب في الحيط. الله يعينك يا باشا. يلا حاج جميل، خلصنا كده تقريبا خلصنا الخطوة الأخيرة إن أنا هعمل لها امبورت.
تعالى كده اعمل له كرييت نفس الحكايه، بس دي هقول له بس كده تعالى عندي اسمها يا عم اوبونتو 20/4 اوفيشال مثلا، وده الملف بتاعها، الملف بتاعها اهو. تعالى احذف الكلام ده، وده الديسك فورمات كيو كاو 2، وده هتبقى بابليك ايمج كمان. تعالى كده التوب او مش توب ايه اللي نعمله ده. بص كده، دي الايمج الاولى ودي الايمج الثانيه. بس لو لاحظت لسه ما عملش اي حاجه عنها، ما عملش كريت لاي حاجه عنها، بدا يعمل اهو الشهر 512 بتاع بدا يطلع اهو، واتعمل لها امبورت. شايف اسرع بكتير لان حجمها اقل بكتير من الثانيه، دي حجمها 512 ميجا، لكن اللي احنا عملنا لها كستمايز بتاعت سيمتوس كانت 10 جيجا ولا 11 جيجا حاجه كده، وصلت؟ فدي هتلاقيها اسرع بكتير جدا في عمليه الامبورت يعني. شايف؟ انا كده تقريبا تقريبا يعتبر خلصنا يعني، جرانتس بسيطه سهله مفيش فيها اختراعات يعني، سيرفيس سيت اب اند فورجيت يعني، سيت اب وانسى يعني، هي غالبا مفيش فيها اي مشاكل يعني. الجرانتس بالذات واحده من اكتر السيرفيسز اللي ستيبل جدا ومش هتلاقي معاها مشاكل يعني، مفيش فيها لك كتير ولا عجن زي الكيس تول مثلا، زي النوفا، زي بقيه السيرفيس يعني. فلو حد عنده اي اسئله يقول لي، لان انا تقريبا كده خلصت النهارده. حد عنده اي مشاكل؟ طيب تمام ماشي، اشوفك على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.